الضعف عنا نشأ من المدارس بالأساس، فيك تحكي من يعني من قبل أل سنه, سنة ال2000 كانت طريقة التدريس اللغة الإنجليزية هي عبارة عن التلقين التلقين يعني هو حفظ البصم كان الحفظ البصم على القواعد وكان يعتمد على الترجمة كمان، قواعد وترجمة كل شيء للغة العربية، فبذهنية الطالب صار يفكر دائما باللغة العربية، يعني بيحكي إنجليزي بس يفكرها باللغة العربية وبيقلبها، حتى لو كان الأستاذ يملك مهارة اللغة عدد الطلاب بصف يعني 40 لخمسين طالب الصف هيدا عم نحكي عن المدارس العامه ما راح يقدروا حتى لو الطالب الاستاذ يملك اللغه يملك المهارة اللغه ما رح يقدر يغطي فبالنتيجه شو بيعمل؟ بيعطيهم بلقنهم بيعطيهم شغلات البصم وال, وال, والاسئله اللي ممكن ينجح فيها بالفحص خالصه انا كثير بشجع الطلاب انه يشتغلوا اثناء الدراسه يروحوا شو مكان الشغل يشتغلوا يشتغلوا, يشتغلوا ببلاش يشتغلوا م. بدون مقابل يتعلموا ياخذوا خبره العمل بياخذوا خبره العمل بي بينما يخلصوا التدريس الجامعتون بيكون صاروا مهيئين انه يكونوا يعني يكتبوا ايميل يعرفوا يعني يردوا على تليفون يكتبوا ريبورت رايتنج يعملوا رايتنج لأن مشكلتنا نحن حسب اللي ملاقينا نحن في مشكله كبيره بالمحادثه بالسبيكين وبالكتابه رايتنج ما في شيء اسمه بعشر ايام تتعلم اللغه الانجليزيه عم بيطلعوا من الجامعات مفكرين حالهم انه هو ادب انجليزي تنحكي عليه ادب انجليزي انه هن انه خاتمين اللغه فهن صار عندهم طموح انه يسافروا برات البلد مثل كل الطلاب الحاليين بيجوا يقدموا الفحوصات الدوليه يشوفوا يعملوا طبعا في نماذج عن الفحوصات الدوليه بيشوفوا انه لا نحن شو نحن مو هيك بيشوفوا الليسنغ في على الانترنت في ليسنغ كمان تبع الفحوصات الاختبارات العالميه بيقولوا انه لا نحن ما فهمنا شيء عليهم ما بنعرف okay. فبالصوت لازم يكون عنده كاريزما زائد مهاره اللغه جديدة. اليوم موضوع حلقة اليوم هو موضوع يعني ما في شب ولا صبية إلا وبيحس فيه بشكل كتير كبير بيقولوا أنه اللغة الثانية اللي بيكتسبها الفرد بتعطيه شخصية جديدة بتعطيه شخصية يعني مختلفة تماما عن شخصيته بيتعرف على ثقافات شعوب جديدة بيعرفهم كيف بيحكوا بيعرفهم كيف بيتصرفوا وعادة والسوريين بشكل عام وعلى مر الزمان دايما كان عندهم لغة مرافقة للغة الأم تنوعت بين اللغة الإنجليزية الفرنسية ومؤخرا اللغة الروسية أما على صعيد الأفراد اللي انتشروا حقيقة بكل بلدان العالم فتعلموا لغات بلدان الاغتراب لا شك انه فوائد كتير كبيرة لتعلم اي لغة مهما كانت تبدأ دايما بالتواصل مع المحيط إنشاء العلاقات التعلم التعرف على الثقافات توفير فرص العمل وسهولة السفر اليوم نسبة كتير كبيرة مننا عم نسافر عم نطلع وعم نفوت وعم نشوف قد في صعوبة بتعاملنا مع المجتمعات الأخرى واللي بيتحدثوا بلغة غير لغتنا اللي لا شك فيه واللي اكتشفناه مؤخرا بعد تجارب السفر اللي خضناها واللي خاضوها الكثير من السوريين انه لغتنا الثانية مهما كانت مالة قوية في عنا مشاكل سواء بالتحدث او بالكتابة نحن اشخاص نعرف اللغة ولكن غير متقنين لها وتفاجأنا بانه مستوانا باللغات التانية ماله جيد مثل ما نحن مفكرين يعني نحن الاشخاص اللي نحن بنقول انا لغتي كتير منيحة بنطلع لبرا بنلاقي بانه لغتنا عادية جيدة منقدر بنفهم ولكن ما بنقدر نتواصل لهيك اليوم الموضوع المطروح للحوار رح يكون عن اللغة الثانية، رح يكون عن اللغة الإنجليزية تحديداً. قديه مناهجنا سواء بالمدارس الرسمية أو الخاصة جيدة كفاية، ايش متطورة، ايش قادرة تنتج شخص يتقن اللغة، مش بس قد قديه ساهمت مجموعة المعاهد يلي كانت عم تقدم كورسات اختصاصية برفع سوية هي اللغة عند الشباب والصبايا. وين مواطن الضعف شو هي نقاط القوة اللي عنا كسوريين بتعلمنا للغة الثانية كل هدول وغيرهم رح يكونوا محاور لنقاش مفتوح مع الأستاذة أنهيد خربطلي مديرة معهد تي سي بس الخير مدام أنهيد شرفتينا بس لو سمحتي نقرب من المايكروفون بتحبي أنا بقرب لك يا أوكي روى كيف هيك مدام؟ تمام تمام الحمد لله آه يعني ما شاء الله حولك علم من اعلام اللغه بسوريا <تكلم> آه كتير كثير في عالم كتير في شباب وصبايا بيعرفوكي ووقت اللي عن الحلقه كلها كان مبسوط لانه بيقولوا <تكلم> بانه انت حدا المفروض تحكي عن هذا الموضوع لازم تحكي عن طريق تجربتك وتعاملك مع كثير من الشباب والصبايا اللي عم يتعلموا اللغه بسوريا تمام <تكلم> رح ابدا استاذه نهيد برؤيتك آه بناء على خبرتك العمليه مع الشباب والصبايا قد لغتنا الثانيه واللي اهم اللغه الانجليزيه عنا بسوريا تعتبر جيده ام ضعيفه هلا آه اذا بتحكي عن اللغه بشكل عام آه بسوريا آه بتنقسم لشقين شق اللغه اللي بيطلعوا من مدارس الحكوميه والشق الثاني اللي بيطلعوا من مدارس الخاصه أوكي. وفي الخاصه الخاصه كمان مدارس هل شو الخاصه 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 <applause> هذول المدارس الحديثة طلعوا صار لهم تقريبا هلا صار لهم تقريبا شي 15 سنة او 20 سنة فيك تقول عليهم اللي اهتموا كثير باللغة الإنجليزية أكثر عن من المدارس العامة أو الخاصة وعطوا لها أهمية بعدد الساعات الأكبر إلى أوكي. يعني هلا فيك تقول المدارس الحكومية مثلا العامة بتعطي مثلا بالأسبوع ثلاث ساعات عندها لغة إنجليزية المدارس الخاصة خمس ساعات أو لستة ماكسيموم بالنسبه للدراسات الخاصه الخاصه اللي قلت عليها بتعطي بين 13 للابتدائي تقريبا 18 ساعه بالاسبوع، فهذا كم كبير لحتى يقدروا يغطوا المهارات الاربعه. طبعا نحن الضعف عندنا نشا من المدارس بالاساس، فيك تحكي من يعني من قبل سنه 2000 كانت طريقه التدريس اللغه الانجليزيه هي عباره عن التلقين. التلقين يعني هو الحفظ البصم كان الحفظ البصم على القواعد وكان يعتمد على الترجمه كمان قواعد وترجمه كل شيء للغه العربيه فبذهنيه الطالب صار يفكر دائما باللغه العربيه يعني بيحكي انجليزي بس يفكرها باللغه العربيه وبيقلبها فهذا الحكي ما بيخلي الواحد يحكي يقدر يحكي يعني بيحفظ قاعده شو اسمه وخلص بياخذ علامه عليا علما انه الفوصات كمان الفحص اللي بيجي بنهايه السنه كمان عم عب بيكون عباره عن قواعد أوكي. قواعد و يعني اللي ما بتاهله يملك مهاره اللغه okay. هلا مشكوره وزاره التربيه بسنه 2003 بطلع الالفينات اقرت انه يكون في الابتدائي اللغه الثانيه للعربي هي تكون اللغه الانجليزيه okay. كانت هي من السابع للاعداد يعني كانت فكتير شغله منيحه عملتها انه بلشتها من الابتدائي من الصف الاول وطالع بس يا هل ترى اللي, اللي كان في كوادر تعلم مضبوط هاي اللغه ما بنعرف هذيك الايام كان تملك اللغه قلت لك هي بس تلقين اللغه هلا بعد هالفتره يظهر انه انتبهوا انه ما عم بيقدر الطالب يحكي يحكي اللغه يعني بتعطيه قواعد بيعملها بياخذ علامات تامه ما عم بيقدر هلا ريسنتلي من شيء ثلاث سنين الفوا كتاب جديد اسمه الايمار اللي فيه المهارات الاربعه ريدنج رايتنج ليستنج سبيكين هدول طبعا لانه وقت بتعطي انت اللغه جرام بتعطيها قواعد وقراءه بتحس في خلل باللغه ما عاد يقدر بده يكون قراءه يعني ريدنج رايتنج ليستنج سبيكين بده يكون okay. يستمع الاستماع والspeaking والحديث حكي هلا هدول كثير مهمين هذا ادى لضعف عدد الطلاب كونهم درسوا قواعد ثاني شيء حتى لو كان الاستاذ يملك مهاره اللغه عدد الطلاب بصف يعني 40 ل 50 طالب بالصف هيدا عم نحكي عن المدارس العامه ما رح يقدروا حتى لو الطالب الاستاذ يملك اللغه يملك المهاره اللغه ما رح يقدر يغطي فبالنتيجه شو بيعمل؟ بيعطيهم بلقنهم بيعطيهم شغلات البصم وال والاسئله اللي ممكن ينجح فيها بالفحص خالصه. هلا طبعا والاهم من هالشيء كله الاطفال وقت بتحطهم بتعرضهم اول ما ينشاوا بجو كله انجليزي او مثل نفس الشيء مثل الطفل اللي بيطلع من بيئه عربيه بيحكي عربي والانجليزيه نفس الشيء وقت بيطلع الطالب من بيئه بيتعرض فيها على اللغه الانجليزيه وبيروح على المدرسه يفترض يكملوا ويعلموهم يبلشوا معهم اللغه الانجليزيه بالالعاب بالتسلية بالأغاني اللي بيحبوها الأولاد بالتفاعل بالتفاعل بالشكل أنه بيصير بيقدروا بقى بس يبلشوا بالصف الثاني ياخذوا المواد بيصيروا بقى بيفهموها بس هن صغار بالصف ما اللي ما رح يفهموها أصلا بيبعدوا عنها اللي ما بيفهموها okay. بس وقت بيحبوها بتحببهم فيها بهي الطريقة أنه أوكي صار صار بالسياق العام صاروا يقدروا يشتغلوا عليها مدام بالنسبة للتفاعل اللي عم نحكي عليه هو بظن انه هو ما بيقتصر بس على العمر العمر الصغير، يعني انا بظن انه شخص بده يتعلم كونفرزيشن، بده يقدر يحكي مع الاشخاص هو بحاجه تفاعل صح مع محيطه صح مع صح الشباب والصبايا اللي موجودين صح معه حتى يقدر يحكي وهي لانه هي لانه أنا موجوده، هلا طبعا قبل 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 فتره فيك تقول قبل فتره الظروف الآسية الازمه اللي وقعنا فيها كانت الامور كثير احسن قبل لانه كان في في كان في تبادل خبراء كانوا مع المراكز الثقافية اللي باللغة الإنجليزية كان في تبادل خبراء بهذيك الأيام سنة الثمانينات أوكي. كان في كان يجوا هدول الخبراء يدربوا بالتعاون مع وزارة التربية يدربوا الأساتذة الكوادر اللي بيجيبوا من عدة محافظات على فكرة يعني من حلب ومن حامبة كان جينا أساتذة يدربوا الكوادر يدربوا هن اللي يدربوا الأساتذة الباقيين كان في تفاعل أكثر لأنه كان في أجانب بالبلد كان بيقدروا يتعاملوا يحكوا اللغه نحكي الانجليزيه إنجليزية بس هلا مع مين بدهم يحكوا ما عندهم غير اللي عنده انترنت أوكي. الكبار اللي هلا هيك لك وقت عملوا انه الكتاب انتبهت وزاره التربيه وعملت هذا الكتاب مشكوره باربع المهارات فصار الموضوع احسن في حال كانت في البيئه التحتيه متوفره بالمدارس ويمكن هي هون المشكله يعني معلش خلينا نحط ايدنا على الوجع أه 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 المناهج مناهج جيده أه مناهج منيحه مثل ما عم تخبرينا أه مدام ولكن في مشكله بالتطبيق في مشكله فح. بالتعليم يعني اليوم اكيد خلينا نكون واقعيين في ظروف كثير كبيره عم نمرق فيها في مدارس ممكن بتكون ما عم تشوف الكهرباء ضمن دوامه غير ثلاث ساعات او اربع ساعات ما راح تقدر تشغل بروجيكتورز في مدارس اكيد ما عندها بروجيكتورات اكيد يعني يعني في مدارس فيها واكيد في مدارس ما صح. فيها يعني صح هلا في مدارس اذا بدك تحكي على المدارس الخاصه او الخاصه الخاصه اكيد فيها بروجيكتورات في شاشات عم بيدوي الاساتذه عم يتفاعلوا عم بيعملوا جو تفاعلي بالصف عم بيستعملوهم للبروجيكتورات هل انا عملت حقيقه لقاء مع عده مدراء من المدارس العامه في بعض منهم عندهم بروجيكتورات وعندهم شاشات في بعض منهم لا هلا اللي عندهم بروجيكتورات ما عم بيستخدمون قلت له يمكن لقلة الكهرباء قالت لي لا إحنا عندنا بيجي الكهرباء عندنا ثلاث ساعات بثلاث ساعات ففيهم يعملوها باثناء الوجود الكهرباء بس الاساتذه عم بيستسهلوا فمرات ممكن على الموبايل تبعهم يسمعون شيء وعم بيستسهلوا ما عم بيعطون وانت بتعرف اللغه التفاعليه بده يكون واحد بيسمع بده يشوف يستعملوا حواسه ليقدروا يوصلوا للنتيجه المثلى اللي لازم يوصلوها كمهاره لغه فهي ما عم بتصير وبالنتيجه طبعا الطلاب عم بيطلعوا ضعاف هلا وعم بيروحوا على المعاهد وكانه نحن مشكلتنا مدام انهيد انه انه هي القصه ماشيه يعني نحن عندنا تصور سواء عند الاهالي او عند الطلاب بانه نحن متعودين نحفظ نحن صح. مش بس بالانجليزي على فكره هو إيه صح. بأغلب باغلب المواد هو نظام سائد بانه صح. نحن بنحفظ صح حتى بعتقد طلاب الجامعه اللي عم يسمعونا وخاصه مسيوم بالخير طلاب الادب الانجليزي او الادب الفرنسي او او الى اخره اعداد كبيره ضمن مدرجات آه بيحفظوا فعليا ممكن ممكن الكتاب تبعه ما يقراه وما يشوفه لقلك لا و... لك ليش لقلك لك القصه اول شيء نحن اذا بدك ننطلق من المدارس اول شيء الشهادات التاسعة والبكالوريا طبعا انت بتعرف انه احنا مدارسنا آه التلقين يعني بيحفظوا بصم مية مية. لحتى بدهم ينجحوا يسكروا العلامه فصار هذا مثل ما حضرتك قلت هلا صار نظام مجتمع يعني الاهالي بدهم ابنهم يسكر العلامة لحتى ينجح ما بدهم يتعلم بدهم ينجح هلا بالتاسع صاروا ياخذوا اسئله دورات لينجحوا بكالوريا نفس الشيء اسئله دورات لينجحوا هلا مو بس على الانجليزي والجامعات هذا بس على الانجليزي عم نحكي على كل المواد والجامعات هلا بالجامعه بالقدر الانجليزي خلينا نحكي على كوننا عم نحكي على الانجليزي هلا الجامعه بصير في عندهم قصص بس ممكن تكون القصه عباره عن 200 300 400 صفحه وات ايفر اذا قروها هي رح يتعلموا كثير منها lots of vocabulary رح يتعلمون ال تبع الجملة البنية الجملة بتعلموها بتعلموا القواعد بطريقة غير بنت بسياق القراءة بيتعلموا القواعد فبهيك حالة بت بترجيهم بكفاءتهم بالرايتنج بتصير كتير منيحة لأنه هني خلاص قروا 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 مرة ومرتين ثلاثة بدهم يقروا لحتى يقدروا يحسنوا كفاءتهم بالرايتنج هل هدول الطلاب إذا حضروا أوكي وفي 700 طالب الجامعة بالمدرج ما رح يقدر الاساس يعمل هيدا التفاعل لانه ما رح يعرف ما رح يقدر ما في فبيعطيهم اشياء المهمه وما بيقدر يعني ما رح يلطوا اللغه منه اوكي اذا راحوا اذا ما راحوا ممكن ياخذوا النوته okay. الجامعات في نوتات هاي النوتة القصه اللي 400 صفحه اللي بيعملها ب 20 صفحه رح تكون عباره عن تحليل شخصيات او العقده وحلها وبينجحوا ونجحوا بقى. بس ما قدروا ياخذوا ولا شيء حفظوا بصم ونجحوا وكذا ويمكن مو معناها بس حفظوها بصم نحن حتى هلا بمركزنا على فكره بيفوتوا طلاب مرات ماسكين ورقه عم بيحفظوا الرايتنج حافظين <applause> او الرايتنج بس ما بيجي نفس ال... ما بيجي نفسه مو ضروري يجي نفسه بالفحص بس عندهم مرض هيك بدهم يحفظوه متعودين مشكلة متعودين هي ثقافة مجتمع ثق... هي فعليا نحن عندنا ثقافة مجتمع نحن جماعة حفيظة يعني للاسف انه اي عن جد تعلم هذا السيستم عندنا سيستم بردنا كل عمره على الحفظ البصم اوكي <applause> وقادرين يعملوها يعني حتى الانجليزي اذا بدي اقول إيه لك هلا انه احنا عم بيجي طلاب سنه اولى ثاني وقت تخرجين سنه اولى بالجامعه اخدي علامه مسكره علامه الانجليزي طلعت عنا فاونديشن يعني ليفل زيرو طلعت عنا وانا عم بتفاجئ من وهي طبعا زمن زمان كان الحكي ولا زال هلا صار اسوء لانه هن ما عاد حضروا ابدا خاصه فتره الازمه ما عاد حضروا جامعات ابدا بياخذوا نوتات ويقدموا خلص وحتى السنه الرابعه اللي عم بتخرجوا عم بيطلعوا ليفل 2 عنا ليفل 2 يعني بيجنر يعني مبتدئ ليفل 2 فهي الشغله كثير نقطه بنقدر نوقف عندها نحن لانه هالقد عم بيكونوا الطلاب هلا هل آه بما انه هي ثقافه ثقافتنا الطلاب انتبهوا لانه هن عم بيطلعوا تعاف ما عم بيقدروا يحكوا هن فكروا حالهم اللي تخرجوا انه خلص صاروا بيقدروا يكونوا استاذ اوكي بس طبعا هن درسوا الادب درسوا النثر درسوا مسرح بس ما ما اكتسبوا مهاره اللغه هلا بسمع كثير من الشباب والصبايا هي. بانه انه انا ليه بدي ادرس ادب ونثر يعني آه صح انا شو بدي شو بدي يصير بالنتيجه يعني انا اخر شيء ما راح اكتب قصيده بال بال, بال, بال بالانجليزي مم. مثلا كثير شو 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 رايك بهي الملاحظه تحديدا هلا يعني؟ هن على فكره لازم هن بهالطريقه بيتعرفوا على ثقافات الدول الثانيه يعني اذا بنحكي اللغه الانجليزيه بتعرفوا على ثقافاتها نحن هلأ بنحكي انجليزي بس ما بنعرف ثقافه البلد شو هي صح. ما بيعلمونا اياها انه هي الشغله مهمشه هي ما مهمه ضروري يقروها لحتى يتعرفوا على ثقافات البلدان الثانيه وبعدين وقت بيتعلموها مثل ما قلت لك ما بيتعلموا مهاره اللغه بالنتيجه اذا هو قرر هيدا الطالب اللي تخرج شو منحى حياته بده يعرف يا بده يروح يصير استاذ يا بده يعمل ماستر دكتوراه بصير استاذ دكتور بنفس الجامعه يا بده يروح يعمل عمل اداري اوكي اوكي هلا الاستاذ كاستاذ لازم يملك شغلتين الكاريزما از استاذ الموهبه وبده يملك اللغه مهاره اللغه هلا اذا هدول اذا هيدا الاستاذ عنده مهاره اللغه على فكره في كثير ناس عم بيكون عندهم هن شاغلين بحالهم طلاب الجامعه شاغلين بحالهم بتتفاجأ مرات انه كيف هالاكسنت اللي عندهم شو هال شو اللي عندهم رائعين عم بيكونوا مو الكل نحن ما عم نحكي على كل العالم انه هيك عم بيطلعوا على كل الطلاب ولا على كل الاساتذه ولا على كل المدارس طبعا دائما في استثناءات بس اللي بده يطلع طالب آه من الجامعه ككادر تدريسي بدو يعمل دورات لها علاقة بالتدريس يعني بده يعمل ترين اوف ترينر بده بيعمل تيشر ترينينج بده يكون تيشر ترينر ترينر بيعمل تيشر ترينينج اللي هو تدريب اساتذه اللغه الانجليزيه لغير الناطقين فيها بده يعمل دورات اوكي وفي كثير بده يكتسب بده يكتسب الخبره لانه يقدر يدرس انجليزي مش بس تمام. انك انت دارس جامعه دارس. انجليزي لا. فانت بتدرس ما بتفيده لا ما بده يروح يعمل وبده يعمل دورات ليتعلم مهاره اللغه هن يتعلم ادب هون عم نحكي على الطالب اللي حضر بس يتعلم مهاره اللغه بيروح بالتالي بده يروح المعاهد الخاصه طبعا في معاهد كثير منيحه وفي معاهد تجاريه واحد يحكي دغري يعني في هيك وهيك يعني هو بده يكون بي, بي يعمل ريسيرش وبحث ليشوف مين المعهد الاحسن اللي يقدر يروح يسجل فيه أوكي. او المدرسه المنيحه كاهل يعملوا ريسيرش يشوفوا مين المدرسه الاحسن اللي يسجلوا فيها اولادهم اللي بدك يكتسبوا فيها اللغه او بقيه المواد فاللي بده يعمل وظيفه بده يتعلم بده يروح على شي اورجنايزيشن ولا يتع... يتوظف فيها ما بياخده ليه؟ لانه لو... عنده مشكله بالانجليزي عنده مشكله بالانجليزي وما بيعرف يعمل ايميل ما بيعرف يكتب ايميل ما بيعرفوا يتعلم يشتغلوا بالاداره يعني ما بيعرفوا فانا كثير بشجع الطلاب انه يشتغلوا اثناء الدراسه أوكي. Okay. يروحوا شو مكان الشغل يشتغلوا, يشتغلوا يشتغلوا ببلاش يشتغلوا mm -hmm. بدون مقابل يتعلموا ياخذوا خبرة العمل mm -hmm. ياخذوا خبرة العمل بي بينما يخلصوا التدريس الجامعتهم بيكون صاروا مهيئين انه يكونوا يعني يكتبوا ايميل يعرفوا يعني يردوا على تليفون يكتبوا ريبورت رايتنج يعملوا رايتنج لانه مشكلتنا نحن حسب اللي ملاقينا نحن في مشكله كبيره بالمحادثه بالسبيكين وبالكتابه <applause> كتير هذا الموضوع متعب لانه الكوادر اللي عم بتعلم بالمدارس ما عم بتعرف ما بتعرف الرايتنج لحتى تعطي طريقه تعليمه اوكي لانه ما عاملين هدول الكورسات م. كنتي عم تخبريني تحت الهواء قبل ما ندخل على البرنامج آه مدام انه آه نحن متعودين اول شغله بيتعلموها بالانجليزي عنا هي القواعد كنتي عم تقولي لي انه هلا ما بقى أعلم قواعد لانه القاعده بتتعلم بتاخذ بصم بتحفظها بتاخذ عليه علامات وخلصت القصه ما بتعلموا مهارة اللغة كيف كيف استبدلوها؟ يعني اليوم مثلا ما عم يعطوا القواعد بشكل طبيعي، عم عم يعطوها اكيد ولكن بشكل مخفي هلا في شيء اسمه كوميونيكيتيف ابروتش الموجود عندنا اللي هو هذا بيملك المهارات الاربعة اوكي هي الطريقة تبع الجرامر كانت اسمها جرامر ترانسليشن ابروتش ابروتش okay. هيك كان اسمها او كلاسيك ابروتش انه هدول التلقين واللي بيحفظوها هلا المهارات الاربعه الباقيين هي هي اللي نحن عم نستخدمها بمعهدنا تبعنا عم نعمل المهارات الاربعه اللي بتعلمه للطالب انه آه الريدنج طبعا بيركز كثير ما بيعلم جرامر بتعلم ريدنج <applause> بتعلم من خلال الريدنج طبعا لازم يقرا مره واثنين وثلاثه من قراءته مثل ما حكينا بيتعلم الرايتنج والليسنينج بده يسمع فيه عندنا بروجيكتورات في بده يسمع فيه. اللسنيك لا يقدر يتعلم يحكي وهو يعني هو حتى انسان كفرد هو بيقدر كيف يتعلم حاله الليسنينج بيسمع الليسنينج على طريق الانترنت طبعا او اي يحضر افلام اغاني بيوقفها بيرجع بعيد الجمله وراهم بيرجع بيكمل هي بتعلم الطالب إنه يعني في مجهود فردي قطعا المجهود الفردي بده يكون بالمدرسه والجامعه حتى بالمعاهد ما أوكي. بتكفي المعهد انه ساعتين او ثلاث ساعات ثلاث ايام بالاسبوع تطلعوا رائع بده هو يشتغل بحاله وهيدا هو المتميز بكل شيء بكل المواد بيطلع المتميز اللي بيشتغل بحاله شبابنا مدام انا هيد بعدهم عندهم الشغف لانهم يتعلموا اللغه الانجليزيه تحديدا ولا عم تشوفي هيك بعد شوي عن الانجليزي لصالح لغات اخرى هلا قطعا في شغف بس هلا الشغف الاكبر هو الالماني الحقيقه اوكي لانه يمكن هي البلد الالماني يعني هي البلد عم تستقبل والاغلبون اطباء اوكي يعني فالشغف الاكبر هلا بدك تقول الماني لانه بدهم يسافروا أوكي. كل واحد صار هدفه بده يسافر مم. بس في بعد انجليزي يعني في عنا طلاب انجليزي بتتفاجئ مرات الطلاب قديش هم موهوبين في طلاب عم بيكون موهوبين رائعين اليوم المطلوب مثلا انت كونك موجوده بسوق هذا الموضوع اليوم اكثر لغه مطلوبه هي الالماني صح بعدها انجليزي قطعا قطعا مم. والدول اللي بتعطي منح اوكي okay. هلا كان في فرنساوي هلا خاف كثير الفرنساوي والاسباني لانه ما في دول بتعطي منح لألون okay. ما في وهن الدول اللي بتعطي منحه بيدرسوا الطلاب عليها وتشيز okay. الالماني هلا هي نمبر 1 نمبر 2 الانجليزي مع انه الانجليزي هو آه عالميا هي هو لغه البزنس ولغة الاعلام لغة الاعلام لغة الاعلام ولغة الفنون فمضطرين هلا مضطرين حد... يعملوا يعني انجليزي والماني، أوك. الالماني للدراسه برا بألمانيا صح عصرا يعني، والانجليزي لحتى ل... لكل اللو... لكل المجالات بيمشي معهم بيستخدموها بيستخدموها هي هي القصة يعني هلا بس رح أحاول هيك الخص شوي من اللي كنا عم نحكيه بالقسم الاول من الحلقة أه من الواضح بعد الحديث مع المدام أنا هيت بانه أه في عنا شوية ضعف بضمن ضمن مناهجنا آه تم التعد يعني عدلوا عليه عملوا آه مناهج جديدة ولكن المشكلة بالاداء المشكلة بالتعليم المشكلة بالتلقين صح نحن اشخاص منلقن نحن اشخاص منعطي قواعد نعلم اللغة الانجليزية وكأنه هي بالعربي وهي بالعربي وهذا بالعربي وهذا, وهذا حديث قديم جدا على فكرة يعني انا واحد من الاشخاص اللي تعلمت اللغة الانجليزية بالعربي م. يعني وعلى الرغم من انه ما كنت يعني ما كنت بمدرسه خاصه ولكن رغم كمان كان كانوا يعلمونا اياه بالعربي آه كملنا عن عن المدارس الخاصه بانه الانجليزي فيها متفوق نتيجه وجود ساعات عمل او ساعات, ساعات تدريس أكبر أكثر. آه حكينا عن اللغات اللي اليوم مطلوبه بسوريا رح نحكي بعد البريك اللي رح ناخده بعد شوي عن مجموعة من العناوين أهمها هي اليوم الدورات اللي ممكن نشوفها موجودة على الأونلاين في دورات بتكون شخصية فيس تو فيس أشخاص أونلاين بتكون موجودة معكم في الدورات اللي عم بتكون واللي طبعا كلياتنا دايما بنشوفها اللي بتكون تجارية بحتة تعلم الإنجليزية في عشرة أيام وتشانلات على يوتيوب تطور موضوع البودكاست النوع اللي نحن اليوم عم نطلعه أنه اليوم كثير من الجامعات كثير من المدارس مهتمة بأنه تعمل بودكاست لأشخاص بيحكوا بالانجليزي لحتى تقوي من نوع من أنواع التواصل لحتى تقوي المحادثة بين الأشخاص اللي عم يدرسوا اللغة، كنا عم نحكي على شغلات هيك بتصير بتصير معنا بحياتنا الطبيعية هي أول وحدة مشكلة الأكسنت يعني نحن في عنا عالم بتعتقد انه اذا حكيت بامريكان اكسنت او اذا حكيت بريتش كانس عفوا بريتش اكسنت راحت معنا لهنيك <applause> آه آه يعني هن ما تعلموا انجليزي هذا الشيء صح هو لازم تتعلمي اكسنت محدده لحتى تعتبري انت بتحكي انجليزي شوف هي هي, هي اخر شيء ممكن واحد يفكر فيها هي شغله ما انا مهمي ابدا اوكي المهم بتحكي صح يعني بكل انحاء بكل كافه الارض كل العالم اللي بيتعلموا بيتعلموا عن طريق اسمه ار بي انجلش يعني Received برونسيشن انجلش يعني اللي بيسمعها بي بي بس المهم بتكون الجمله صح والنطق صح بالجمله م. بالكلمه مثل انت قلت لي عليه هذا اللي خطا بين ال50 وال 15 أيه. فهي شغله مشكله فيعني في هلا باسكتلندا كان ولا بالايرلند ولا بامريكا كل واحد بيحكي باكسنت شكل طبعًا. بمصر بسوريا حتى بمصر بي 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 يعني تسمع انجلش مصري تسمع انجلش سوري تسمع انجلش خليجي يعني صح المهم بتكون الجمله بناء الجمله صح نطق الكلمه تكون صح وهيدا الشغل الاساسي يعني الاستاذ بيجي بيعلم الطالب انه انت بدي اعلمه فهو الاساس بيكون يعرف ينطق الكلمه قبل ما يعلمها هو بيقولوا التعلم التعليم والتعلم يعني التعلم من التعليم فالاستاذ بيجي بده يحضر درسه بيتحضر درسه وبيسمع الكلمه ويلفظها صح وقت يعني بمرق هو القدوه الاولى يعني اذا هو بس قال شيء ما بقت ما بقت تصلح ما عاد تتصلح مع الطلاب بتضل لمدى الحياه معهم ما بقت تتصلح لانه من صغره تعلمها فهيدا بتعلمها وبيعلم الطلاب ويتعلمها معهم فهي كثير كتير منيحة، هاي شغلة كتير بتفيدنا بهي القصة، بقصة البرونسيشن Pronunciation بقصة تبع الطلاب هي which is very good خليني اقول لك في عنا في عنا مع يعني في عنا حدا بيعلم انك تسمع انك تكوني عم تحكي اكسنت معينه يعني اليوم في معاهد بتعلم الاكسنت الأمريكية مثلا مين بيحكي يحكي امريكي هلا هلا ما في عنا نيتيف سبيكرز اول شيء اوكي ما في عنا نيتيف الا في ناس مثلا ممكن اساتذه يكونوا عايشين برا 14 15 سنه اوكي ممكن يحكوها بيتعلموا الطلاب بيلقطوها منهم ويمكن نون. هو بيكون بيقصدها لا يطلع على امريكا لانه هو عنده مشكله لا يقدر يفهم عليهم لانه هنا ممكن كثير بيقرطوا وب... هلا يعني ما في احرف ما... بياكلوها ايه طبعا، ايه طبعا، بس انه الطلاب هن هلا اصلا ما عادوا ما عادوا مضطرين يحضروا اساتذه، بيش... بيطلعوا على النت، انترنت، بيطلعوا بيقدر... اذا ما لقوا استاذ يحكوا معه الـ أيوة في الاي اي عن طريق الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، ايوه الشات جي بي تي بيحكوا مع روبوت، بيحكوا مع بدهم بدون... يعني وين ما بدهم بيحكوا معهم ومباشرة يعني وبي... بيعملوا كونفرسيشن معهم، فشغلة كثير منيحة يعني بيقدروا اللي بده يدرس اللي بده يشتغل بحاله بيقدر يعمل بكل المجالات بيقدر يعمل، بيقدر يلاقي طريقة يعمل فيها مشان اللفظ الكلمات الطلاقة بالمهارة تذكرت شغلي في عنا طالبة اجت عن... سجلت عنا سنة 22 طال... ما, ما الكتز يعني. من الكيدز يعني عندنا عنا تعرف انت اه... كيدز بروجرام سمينه جونيور بروجرام نحنا اه... اجت لعنا اه... يعني عم بيقول لي عمار كان في زميلي بالمكتب انه هي لازم كانت تخلق راديو اوكي okay. ما نون ستوب سبيكين قلت انجليزي بشكل بس كانت صف تسع سنين كان عمرها ما بتعرف لا تقرا ولا تكتب بدهم. أوكي. اجت لعنا حطوا اهلها ما بتعرف طلعت مستوى منيح فكره فور بي طلعت من السماع تبعها عرفت تطلع فور بي يعني انترميديت المستوى رسبت مرتين فيه لان ما بتعرف لا تقرا ولا تكتب بس هي صغيره بالعمر يعني 9 تسع سنين اوكي هلا صار لها سنتين عنا رجعت عملت ثاني يعني عادته رجعت صف اللي بعده نجحت اللي بعده رجعت عادته مرتين عادت ثلاث صفوف كل واحد مرتين لانه كثير شاطره البنت بالحكي أوكي. بس مالك بالكتابه بالقرايه هلا صارت ليفل 7 يعني بعد سنتين وشوي صارت ليفل 7 وصارت رائعه أوكي. يعني المعنى انه قديش وقت استفادت من صغرها انحطت بمحيط لغه انجليزيه استفادت منها وتعلمت اكاديميا لانه الطلاب هذا النشء الجديد اللي بده يطلع كله هلا هلا اللي عم بيطلع كثير عم بيستخدم الانترنت بالالعاب عم بيسمعوا انجليزي 100% وهن بتعرف الطفل سفنجي عم بيغب اللغه انا بسمع كثير من رفقاتي انه انه ابو الات صغار اربع سنين وخمس سنين دادي وبتحكي الكلمات الانجلش إنجليش ال بيقول لي انه هي لسه ما راحت مدرسه انه هي كيف كيف عم تتعلمون ببساطه قال لي بس بكفي يحطوهم على اليوتيوب بيحطوهم وانترنت عم بيلفظوها عم بيلقطوها بس هدول تبع عم بيطلعوا عم بيحكوا اكاديميا لا طبعا بس معلش عم ببلشوا قصه هيدا الصح بيرقطوا اللغه بيحفظوها يمكن هي الطريقه الانجح الطريقه الانجح حتى يتعلموا مش exactly. مش تلقين مش, لا مش مش حفظ أيوة الحفظ ما عم بيستفيدوا منه شيء حتى بالهلا بالفحوصات العالميه اللي هي التوفل والايلز لغوا الجرامر منه من سنين انتهى الجرامر منه ما عاد فيه حتى امتحاناتنا نحن في جرامر نسبه صغيره تقريبا 10% بنعملها مساعده للطلاب <applause> بس هي كلها ليسينينغ ريدينج رايتينج طبعا الرايتنغ نحن ال ال كثير كثير عم نركز على الرايتنغ لانه ما بيعرفوا نحن إنت بلشنا نركز على الرايتنغ وقت فتحنا طبعا كانوا الطلاب قبل دارسين بمعاهد ال بمعهد الامريكي او الانجليزي وات ايفر كان هدفهم المراكز الثقافيه يحكي الطالب بس يحكي يحكي لغتهم <applause> هذا كان الهدف الرئيسي فوقت اجوا كل شيء فحوصات دوليه عم يعملوا عم يرسبوا بالرايتنغ <applause> وقتها اضطرينا نحن كنا نحكي قبل نركز وكنا على نركز على الرايتنج وجبنا سيريز جديد فيه البوك ستودنت بوك والستودنت والورك بوك والرايتنج بوك لحتى أوكي. يكون اكسترا على الرايتنج لانه هن كانوا بزمان ببقيه المعاهد تبع الاجنبيه كانوا يعلموا شيء اسمه جورنال تكتب جورنال بس كانوا يشتكوا الطلاب انه ليش ما بيصلحنا الاستاذ الجورنال فكان المدير يقول لهم انه ما في ضروره قال المهم تكتبوا فهلا بالمراكز لا يفترض يعلمون لانه الفحوصات الدوليه مركز كثير على الرايتنج على الرايتنج والسبيكينج يعني لو ما هالمهارتين مهمين ما كانوا حطوهم بال ما كانوا ابدا ضمن مناهجهم عالميه يعني مش عالمية. لا عم يعني. اللي, اللي فيها على جامعات اجنبيه مثل ايلز والتوفل يعني هدول مهمين كثير تمام والاساسي فيهم السبيكينج والليسنينج والرايتنج كثير مهمين اليوم كنت عم تذكري مدام قبل قبل بشوي بانه الانترنت فتح مجال كثير كبير للعالم لأنه يقدروا يتعلموا وحكينا ايضا عن الكورسز اللي ممكن تكون في اشخاص يعني في اشخاص بتعمل كورسات مدفوعه بيدفعوا حق الكورس بفوتوا بيحضروه في الـ الكوميرشال التجاري اللي اللي بيكون منه كثير يعني لا اللي عم يدرس او حتى المنهاج ما بيكون كثير منيح جينا حتى على الذكاء الاصطناعي قديش مهم اليوم انه دخل وصار هو مساعد جدا لاي شخص حابب يتعلم هذا صح. الموضوع آه يعني هذا ممكن يكون المصدر الرئيسي لانه الواحد يتعلم او هو ممكن يكون مصدر مساعد يعني اليوم اللي عم يسمعنا شباب وصبايا تنصحيهم يكون هذا مصدر رئيسي لالهم هلا اذا ما كان عندهم غير هي آه الطريقه ما عندهم حل ثاني هلا طول ما انه الطالب عم بيسمع انجليزي عم بيسمع انجليزي ف, ف which is good يعني انه عم بيتعلم عم بيسمع انجليزي بس نحن دائما الطريقه التفاعليه اللي بالصف بتكون احسن كان بالمدارس واللي بالجامعات طبعا ما في لانه عدد كبير او المعاهد عم بتكون الطريقه التفاعليه كثير احلى مم. يعني هلا مثلا اه نحن بنعمل اه مرات سيرفي مع الطلاب بفضلوا تقريبا 1 او 2% بفضلوا الاونلاين على فكره بفضلوا اذا موجودين هون يعملوا الفيس تو فيس اوكي كورسز لانه بيفضلوه اكثر بس لا يمنع اذا كان حدا برات البلد بالريف ما عندهم ما عندهم اي مجال يحضروا يعملوا دورات يعني يروحوا يعملوا اونلاين واي نوت بيحضروا ما ضروري يكون بس هن لازم يكونوا انتقائيين بالمصدر مو كل شيء بيعمل اونلاين بيكون صح عم بيحكوا مو كل شيء عم بيكون وهي هذا اللي نحن لازم وما في شيء اسمه 10 ايام تتعلم اللغه الانجليزيه يعني هذا لازم يعرفوا يعني هن بالكومن سنس انه انه لا ما في هيك شيء عنا 100% كيف؟ فبس انه اذا ما كان عنده غير هي الطريقه ليه لا وهلا بالعالم بكل دول العالم صار في شيء اسمه اونلاين نحن هلا نحن هلا رح نعمل شيء اسمه اونلاين اوكي رح نطلقه سون بكل اللغات رح نطلقه سون لانه في كثير نحن في طلب كثير عليه اونلاين لانه ما عم بيقدروا يجوا على المركز فبدهم يعملوه اونلاين بدنا مضطر نحن نعمل اونلاين وخاصه يعني عنا بدهم الطلاب عم بيطلبوا الصدمه اللي عاده بحسوها الشباب والصبايا لما يسافروا شو بيكون منشأة يعني ليه بينصدموا بانه نحن انجليزيتنا منا منيحه؟ هلا انا شايفه الصدمه مو بس يسافروا، الصدمه قبل ما يسافروا اه <applause> يعني قال لك ليش؟ تفضلي <applause> <applause> لانه هن بيتخرجوا من الجامعات اذا بنقول للانجليزي او او اللي عم بيعملوا كورسات مثلا آه عم بيطلعوا من الجامعات مفكرين حاله انه هو ادب انجليزي تنحكي عليه ادب انجليزي انه هن انه خاتمين اللغه فهن صار عندهم طموح انه يسافروا برات البلد مثل كل الطلاب الحاليين بيجوا يقدموا الفحوصات الدوليه يشوفوا اللي يعملوا طبعا في نماذج عن الفحوصات الدوليه بيشوفوا انه لا نحن شو نحن مو هيك بيشوفوا الليسنينج في على الانترنت في ليسنينج كمان تبع الفحوصات الاختبارات العالميه بيقولوا انه لا نحن ما, ما فهمنا شيء عليهم ما بنعرف فبينصدموا هدول اللي بدهم يسافروا اللي حاطين بمخططهم السفر بينصدموا قبل ما يسافروا فبيبلشوا يعملوا كورسات بيطوروا حالهم باللغات لحتى يقدروا يعملوا الفحوصات العالميه اللي مثل ايلز والتوفل بيسافروا هلا بس يسافروا لاي دول بي دوله بيختاروها ممكن تختلف الاكسنت تبعهم يعني هن هلا نحن بسوريا عم ناخذ أكسنت العاديه يعني اللي بنقراها المقري المقريه المقروءه بيطلعوا لورا بيشوفوا اكسنت مختلفه بجوز بي... اول كم يوم ي... يعني يتعذبوا ليفهموا بعدين خلص بيقلعوا المشكله عند الطلاب اللي ما عندهم طموح السفر اللي قاعدين هون هدول عم يتعذبوا معهم الجامعات يعني انا حكيت مع دكتورات جامعه وقالت لي نحن بالجامعات كثير متعذبين مع هدول الطلاب، ما عم يحاولوا يطوروا حالهم، مع انه حد حاطين لهم، ما عم يحاولوا لانه ما عندهم هذا الطموح السفر، فما اشتغلوا بحالهم. قد موضوع مناهج جامعاتنا، هلا نحن نفتخر طبعا بانه نحن جامعاتنا الحكوميه ما زالت تدرس جميع المواد باللغه العربيه. آه طبعا الجامعات الخاصه المواد بتنعطى فيها بالانجلش. آه ما بعرف اذا عم بحكي غلط فيك تصلحي بس, بس بعتقد انه نسبه كثير كبيره بيعطوا انجلش. يعني هو اجت فترة طلع قرار قرار انه يوقفوا اعطاء اللغات المواد باللغة الانجليزية بالجامعات اوكي فاذا الخاصة اكيد بجوز تكون مقلة يعني مقلة بهدول القصص هذا يعني ممكن يعطوا ترمينولوجي هذا هذا بيأثر كثير كتير بيأثر لقلك لك شو القصة هلا بالنسبة للغة العربية اللغة العربية هي كتير مهم انه الواحد يتقنها اللغة العربية يعني أوكي. هو لأنه بس واحد يكون لغة الأم أتقنها فذهنيا بذهنك صار تقدر تقبل لغة ثانية لانك انت شاطر بلغتك ومتقنة تماما صار عندك قبول لتقدر تاخذ لغه ثانيه بس اللغه الثانيه اللي عم ياخذها ما عم ياخذها مثل ما قلنا طريقه التلقين التلقين اللي ما لسه ما يعني بقية المدارس كلها بلشوا يعطوها الكوميونيكاتيف ابروتش اللي هي اللي الاسم بالضبط هي ال التواصلي الانجليزي ايوه ف او بنفس المشكله انه ما قدروا يعملوا حتى الانجليزي اللي اذا بدهم يعملوا بالجامعات بتصور بس عم بيعطوا الترمينولوجي تبع كل كليه يعني الهندسه الطب ياخذوا وحافظينهم حقيقة حق حق. نحن عم نعمل هلا دورات لاطباء آه هن بيجنر تقريبا كمهاره لغه انجليزي أوكي. بس كثير شاطين بالترمينولوجي تبعهم لانه يعني بيدرسوا كتب طبيه أوه. يعني صار طبعا صاروا اطباء هلا ما عادوا طلاب يعني المهم التميز بده يكون من الطالب والاستاذ والجامعي هو مثل ما قلنا هلا اللونج لايف ليرنينج لانه هن بيتعلموا ما بعد المدرسه او الجامعه تبعهم okay. ليطلعوا متميزين معناتها الصدمة مو وقت اللي بيسافر، الصدمة <applause> قبل, قبل, ما يسافر. قبل ما يسافر قبل ما يسافر بس وقت اللي بيسافر شو بيصير معه؟ <applause> يعني هي ما مانا صدمة بس انه هي انه بيكون هو تواصل مع على الانترنت، يتواصل مع كثير هذا اللي بده يسافر، بيكون تواصل مع اساتذة من من الدول اللي طالع طالع القلا، سمع كثير اكسنت، صار, فيه صار في هو الحلو الموضوع صار في انترنت عنا الحمد لله فصار بيقدروا يتواصلوا مع في كثير اونلاين مثل ما انت قلت في كثير اونلاين على اليوتيوب يعني بكفوا انه يسمعوا الأكسنس بيطلعوا خلص ما عاد في صدمه اذا حضروا حالهم ليطلعوا فكتابتي منيحه ترتيبنا بين الدول الجوار اذا بدنا نرتب يعني يمكن يمكن اغلب اللي عم يسمعنا هلا بيعرف الجواب بس في في يعني في ستاتيك معينه بتقول بانه إحنا شو ترتيبنا او لا عم نقول هلا ما في ستاتيك انا ماني مطلع على ستاتيك بس نحن انت بنعرف بس نحن نسافر لبرا وبس أوكي. نشوف على التي يعني مثلا بس نشوف على التلفزيون مثلا مذيعات من لبنان اعلاميين لبنانيين اعلاميين اردنيين بتشوف الفرق بين بثقافتهم بي 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 من عنا يعني احنا ما عنا بهالطريقه أوكي. الاعلاميين عم بيحكوا بهالطلاقه بي 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 بهاللفظ بي الانجليزي الحلو أوكي. ما في عنا وقت نطلع نحن مسافر لبرا بنشوفهم عم بيحكوا انجليزي بي يعني عندهم الف بقى الحياه تكاد تكون اللغه الانجليزيه بحياتهم حتى ضمن دايماً. سوق العمل يعني حتى ضمن سوق العمل نحن واحدة من المشاكل اللي عم نواجهها باي يعني خاصه بالخليج خاصه لانه واحدة من الدول الخليج اللي هي الامارات اللي اغلب السوريين عم يطلعوا عليها الانجليش هي لغه اساسيه يعني اساسيه فعليا قبل العرب. يعني طبعا هي طبعا العربي. هيك صارت هذا الواقع طبعا احنا مو هذا راينا هذا الواقع عم اللي عم, عم عم نشوف بانه بي الاغلب بيقول لك انه انا ما عم بقدر بشتغل ليش ما عم بقدر بشتغل لانه الشركه عم تعتبرني انه انا ما بقدر بحكي انجليزي ما عم بقدر اتصرف او اتعامل مع بقيه الموظفين اللي عم يكونوا من جنسيات مختلفه في أشخاص بتقلك أنه، مثلاً آآ مع أنه أنا عم بتعامل مع جنسيات ما كتير بيحكوا إنجليزي ولكن إنجليزيتي أقل منهم شوف هدول الطلاب اللي هلا حكيت عنهم شوي. الخريجين او اللي مدر يكون ادب انجليزي هدول بدهم يشتغلوا بحالهم ليطوروا لغتهم بس بالدول برا اجانب عندهم ثلاث اربع لغات بيدرسوا بالمدرسه مدر يكونوا متفوقين فيها بس بيعرفوها عندهم علم فيها أوه. يعني بعدين هلا اغلبيه الطلاب اللي عندنا كانوا اللي كانوا بيعرفوا شوي سافروا م. بقيوا الطلاب اللي هن لا يملكون لغه مهاره اللغه لا يملكونها فالشركات عم تاخذهم صارت وهي تطورهم اوكي هي بتعمل لهم هي بتعمل كورسات هي بتعملن بتعملن بتجيب وكي. معاهد بتعمل يا بتجيب استاذ لعندهم هي بتبعث على معاهد بتطور لهم لغتهم الانجليزيه لحتى يتماشوا مع اللي عندهم طبعا هدول اغلبهم المنظمات لانه المنظمات هن اللي عندهم شويه اجانب يعني بالبلد هن اللي عم يحكوا معهم فبالنتيجه الواحد هو بيشتغل بحاله والحقيقه في كوادر رائعه تطلع اللي عم يشتغلوا بحالهم اللي عندهم كاريزما كثير مهمه الشغله الاولى اللي عنده الاستاذ لازم يكون عنده كاريزما زائد مهاره اللغه ليقدر يحبوا الطالب ويحببوا باللغه يحببوا باللغه اكزاكتلي هيدا هو حتى بالاي لغات على فكره مو بس بالانجليزي بيكون الاستاذ هو بيقدر يطوع المهاره تبعه المعلومات تبعه على مستوى الطلاب فيك حاله الطلاب بيكونوا هيك مشدوهين لل... بعرف انا من الجامعه شو كيف كان عندنا اساتذه يعني قلت لك هلا من شوي قبل الهواء انه في استاذ عندك كنا بالادب الفرنسي عندنا بالجامعه فقعد بده يكتب كلمه هو قاعد وكتب الكلمه هو قاعد هيك أوكي. يعني انا فورا طلعت من القاعه لاني ما تحملت استاذ بي... هيك بقله النشاط بهي الطريقه انه ما في هيك قدرنا ما شجعني ما شجعني لانه هو عم يطلع برا إيه. ف <applause> واللغه كثير مهم انه ما يعتبروها ترجمه ما يترجموا الكلمات صح. هي يعني وقت بتعطي الطالب قصه بده يقراها ما يحمل معه ديكشنري اوكي بيقرا القصه اول مره ما بيفهمها كلها بيقراها ثاني مره هذا اللي بيشتغل بحاله بيقراها ثالث مره على تالت مره بصير بيعرف بصير يفهم القصه من السياق بيفهم كل شيء ولقط الستركشر تبع الجمله لقط vocabulary لقط الجرامر بدون ما يعرف شو هي قاعده صار بيقدر يكتب بسلاسه صار بيقدر يكتب اذا هيك اشتغل عليها فهي شغله كثير مهمه ان احنا بننصحها لطلابنا الحقيقه اذا بدهم يحسنوا الريدنج والرايتنج تبعهم اوكي وننصحهم بالنسبه لل-listening انه يسمعوا كثير افلام يسمعوا اغاني كثير واذا بدهم يعرفوا كيف يحكوا يشجعوا ال-speaking تبعهم بيسمعوا جمله بوقفوا بيرجعوا بيعيدوها هنن بيسمعوا هن على صوت عالي لحتى يسمعوا هن اذا عم يحكوا صح ولا لا بيرجعوا بيكملوا الليسنينج هيدا هي بالنسبه هي بالنسبه للطلاب للطلاب ايه او للشباب والصبايا اللي حابين يدرسوا الاهل شو بتنصحيهم اليوم هلا انا الاهل تبع تبع اي شريحه بكالوريا أي اي اي شريحه إيه؟ لأنه اليوم بت... لانه كثير الاهل يعني نحن خلينا نحكي نكون واقعيين كل الاهل يتمنى انه ابنه او بنته الموجود صغير كبير شو ما كان يكون يكون بيحكي انجليزي بشكل مهم وهذا شيء على فكره قديم ماله جديد صح يعني من ايام اهالينا وايام كلياتنا كل دائما نحنا اهالينا بيدفعونا روح تعلم ساوي اليوم الاهل لازم يكونوا بيعرفوا كيف هذا الولد او هذا الشاب او الصبيه بده يتعلم صاروا يعرفوا لهيك عم عم بيروحوا على معاهد بس لازم يختاروا المعهد الصح مو المعهد التجاري المعهد الصح اللي 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 بيعتمد على الكوميونيكاتيف ابروتش اللي بيعلم المهارات الاربعه مع يكون عنده مع الكل البنيه التحتيه مع انه استاذ مع استاذ قادر يطوع اللغه تبعه على مستوى الطلاب يعلمهم كل المهارات والمعاهد عادة عادة بتختار الكادر الجيد قطعا فالاساتذه الجيده هي اللي بتقدر تعطيه من كل قلبها تعطي الطالب فبتعطيه المهارات الاربعه بهيك حالة بيكون صار كثير منيح بده يكمل بس شو المشكله انه مثلا في طالب ما بينجح بيحرضوه بيزعلوه ما عاد بدهم انه ولو انه ما نجح لانه هيك لانه كذا هذا احنا عندنا مثلا نسبة نجاحنا 70% تنقول 70% ما بينجحوا الطلاب بيزعلوا فأنا بقول لهم أنه لا تزعلوا لأنه أنتم إذا نجحتوا شو أنتم أنتم جايين لتنجحوا بدك يعني أضحك ثقافتنا عليك. ثقافتنا نحن بدهم ينجحوا آه. والأهالي على فكرة والمنهاج المنهاج منهاج مو عندنا منهاج المنهاج العام العام, العام. <applause> الاستاذ الطالب الاهالي بدهم الطلاب ينجحوا لحتى انه ينبسطوا انه انه هن برستيج انه اخ سكر ابني العلامه فبدهم الطالب يت... مو يتعلم ينجح لانه هيك اللي حتى ياخذ الفرع الدكتور ولا هندسه ولا وات ايفر بدهم الطالب ينجح ما بدهم اياه يتعلم هي الثقافه لازم تتغير بمخ الاهل عن جد انا بدي اتشكرك كثير سعيد جدا بهذا الحوار اللطيف ميرسي اللي حقيقه منه يعني تعرفنا على على فيلد كثير مهم موجود بسوريا شباب وصبايا كثير بهمهم يعرفوا هذا الموضوع الاهالي انا واثق بانه كثير بهمهم يعرفوا كيف أكيد. لازم تدرس اللغه الانجليزيه بتشكرك على حضورك شرفتينا يو بالعكس ضيفه عزيزه شكرا انك على الاستضافه ميرسي كثير اهلا وسهلا ومرحبا فيكي كلك ذوق